السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت عندنا مشكلة كبيرة انه احنا لما نكون في البابليك المفروض انه مثل المنيو ما يظهر عندنا الاوفلاين او الفيزيبل. لما يكون نو مفروض ما يظهر عندنا، بس احنا هنا نلاحظ انه حتى اذا كانت فيزيبل عادي جدا ممكن انه يظهر. يعني هنا عندنا الاذر لو اجينا احنا مثلا edit menu وجينا على الاذر بنلاحظ انه الاذر نو اوكي والمنيو هو 6. لما اجي على المنيو اختار اول واحد، لما اجي اكتب هنا رقم 6 لا 6 استطيع انه اشوف الاذر. هاي مشكله كبيره جدا. نفس الوقت لو اجيت على مثلا التست الفيزيبل هو نو اوكي اللي هو البيج 15. لما اجي اكتب هنا اختار مثلا البيج بي اتش بي 2 بعد ذلك اعملها 15 واعمل انتر الاحظ انه بيظهر عندي. المفروض هذه الاشياء ما تظهر في البابليك. طيب كيف نخفي هذه الاشياء؟ لو نرجع للكود عندنا، هذا عندنا هنا يقول اف اي دي سيلكتد للمنيو، هنا بيقول لنا وير اي دي يساوي لنا هذا. هنا احنا ما حاطين كلمه فيزيبل ولا هون حاطين كلمه فيزيبل، بمعنى انه احنا مفروض ناخذ من الناف بار. الناف بار يقول وير الفيزيبل ايكوال تو 1. لو ناخذ كوبي من هذا الفيزيبل ننزل للاسفل نلاحظ هنا ما عندنا، نضيفه في هذا المكان. الوير الثانية أحولها إلى AND، أشترط أنه الفيزيبل يكون واحد AND الID يساوي لنا المنيو ID. نفس الحركة في الأسفل وأجي أضيف AND، لازم يكون عندي الفيزيبل 1 للبيج ونفس الوقت الID يساوي لي البيج ID selected. خلونا نجرب نشوف إذا كانت تنفع. هنا الآن عندنا البيج 15، لما أعمل ريفرش ما يظهر. طيب خلونا نشوف أيضا المنيو، عندنا الاذر هو not visible مفروض ما يظهر اللي هو الاي دي 6. لو جينا هنا نختار المنيو مثلا اللي هو الهوم وجينا كتبنا هنا مثلا رقم 6 وعملنا انتر ما يظهر اي شيء يختفي. ممكن ايضا نعمل شيء، يعني مثلا احنا هنا في عندنا هذا البيج بانل موجود هون، ممكن ناخذ هذا البيج بانل نعمله كات ننزل للاسفل نعمله هون بيست، بس يبقى علينا انه احنا نحولها لماذا؟ ل بي اتش بي. كيف نحولها للبي اتش بي؟ عن طريق عمل ايكو لها. لو ناخذ هذا الايكو ونجي للاعلى ونعمل هنا ايكو، نجي هنا ايضا نعملها بهذا الشكل فارز منقطة، نجي هذا ايضا ناخذها ونعملها بالاسفل، نجي نعطي له غلق، نعمل سيف، نجي هنا مرة اخرى نعمل ريفرش. اوكي هذا فور مثلا هوم هذا رقم 6 اوكي بيختفي لكن لا زال هذا بيظهر، اكيد في عندنا سبب واضح. لو جينا اختارينا اندكس مثلا لاحظ بيختفي اوكي. هذا عندنا اف المنيو سيلكتد حيظهر لك. اذا بك حالة احنا نستطيع انه نلغي هذه الحالة، انه اذا يختار اي شيء لازم يكون visible، اذا غير visible مش حيظهر عندنا نهائيا. نفس الوقت خلونا نشوف اذا كان هذا اول if اوكي بمعنى انه هذا هو نهاية ال if اوكي. اذا كان هذا ال id من ضمن هذا اللي موجود اوكي visible. طيب هنا انت عندك مثلا for example about، لو اجي هنا استخدم مثلا رقم 6 اعمل انتر لاحظ ما يظهر. لو اجي اختار مثلا بيج واكتب هنا رقم 15 على ما اظن لاحظ مش حيظهر اي شيء، البيج بالكامل اختفى اوكي. في عندنا ايضا مثلا اذا اجينا عملنا مثلا بيج 200 اوكي اعمل انتر لاحظ ما عندك اي شيء. في المنيو اعمل مثلا 1200 اعمل انتر ما عندك اي انفورميشنز. إذا بهيك حالة احنا متأكدين انه المستخدم فقط راح يظهر الى الفيزيبل، اما الغير فيزيبل مش حيظهر للمستخدم نهائيا اوكي. لهنا حنوقف نكمل وياكم الدرس القادم. مع السلامة.